جينا لتاني لعبة ترابيزة وهنشوف الأستاذ يونس والأستاذ مالك مين اللي هيكسب في اللعبة الشطرة الحلوة السهلة دي. عارفين هنعمل إيه؟ عايزين نخلي الكوباية الزرقاء دي فوق بس كوباية كوباية. أول ما أقول ريدي ستيدي جو هتبتدوا كوباية كوباية. اللي هيعمل أكتر من كوباية هنرجع من أول وجديد. لو كنا عملت أكتر من كوباية كنا شيلنا وطلعنا. هنطلع هنبتدي من أول بقى. يلا ريدي ستيدي جو. برافو. كوباية كوباية. شطارة حلاوة طعامة تركيز لذاذة. برافو يا يونس والله. ايه الشطارة دي؟ يا خلابي على الضحكة. برافو يا ملوكة. يا خلاص يا عاد بصة. أيوة أيوة. برافو برافو يونس ومالك مركزين جدا. أيوة كوباية. برافو يا يونس. لا أيوة يا مالك. برافو. مين هيخلص الأول؟ أنا مش عارفة. واحدة يا مالك. أيوة. برافو يا يونس. برافو يا مالك. الله الله. معلش معلش احنا وصلين لحته شبه بعض قوي. بس يونس قدامه كوبايتين. كوبايتين يا مالك. ركز. يونس خلص بسرعه. برافو يونس. الفريق الاحمر هو اللي كسب في اللعبه دي. جبت ايوه شفت جبت بقى ايه طاروختك. برافو يا ملوكي. برافو. يلا نشوف ايه تالت لعبه عندنا على نفس الترابيزه.